احنا بنتكلم عن الكورة، الحاجة اللي بتجمعنا. هي دي الروح اللي الكورة بتعملها، مستحيل تلاقي الروح دي في حتة تانية. الكورة مصدر سعادة عظيم بالنسبة لنا كده. يبقى الكورة والستات هما الاتنين دول بس اللي يقدروا يجمعونا، وهم هما نفس الحاجتين برضو اللي يقدروا يوجعونا. ايوه هما الاتنين دول بس اللي ممكن يوجعونا، بس الكرة كده ليها معزة خاصة غير معزة الستات، بتخليك تتقبلها، بتخليك تستحمل. دموعك هتنزل بس هتكون راضي ومبسوط وبتحبها، لانها مهما زعلتك او جات عليك الكرة هي اللي هتيجي وهتصالحك حتى لو بعد 11 سنة. المهم ما علينا، الستات قلبهم اسود، عمرهم ما هينسولك اي حاجة. انت عارف ان يوم فرحنا والله العظيم كان المفروض ليه ياخدني من عند الكوافير الساعة 7، جالي الساعة 10 عشان كان في ماتش الزمالك بيلعب. ده انت كنت بتتلككي له بقى، شفتوا نشوى مصطفى الطيبة اللي فيهم بتقول ايه؟ الحمد لله انها ما جاتش على مدام بلبلة ولا مدام نادية الجندي. على فكرة الكرة عمرها ما هتخونك، لو صاحبك بيحب نفس الفرقة عادي هتفرح مش هتزعل. الكرة مش هتقولك انا مصدع، الكرة مش هتزعل لو سبتها واتفرجت على ماتش تنس، الكرة مش هتقولك ما جيتش ليه، كنت فين الماتش اللي فات، الكرة مش هتشك فيك، الكرة هتديلك اعذار، الكرة ممكن تشوفها في اي وقت، تلمسها في اي وقت، مفيش قيود، مفيش كلاكيع، مش هتبقى قلقان ومتوتر ودماغك رايحة جاية وبتفكر الكرة مع مين دلوقت. والاهم من ده كله انك تقدر تشجع اكتر من فرقة من غير ما حد فيهم يقفش، وعشان كده بيتقال علينا عشاق الكورة. النور مكانه في القلوب، احضن خلود شمس الغروب. ميرسي يا جماعة، ميرسي. قبل ما انسى، اختيار القناة ما جاش بسهولة، واحنا مش هنقعد بقى الناس اللي تعيد وتزيد وتقول القناة، لا، قناة النهار كانت سباقة، قناة النهار لها الريادة، قناة النهار دونا عن باقي القنوات كانت الوحيدة اللي البانيو حاجة جديدة، ومذيعة طالعة في البانيو برضو حاجة جديدة. خلاص مضينا، هنعمل ايه؟